بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في هذه المحاضرة من مقرر ميكانيكا الموائع 2، الدرس الرابع Drag and Lift، المحاضرة الرابعة، ما بدأناه في الحصة الماضية وهو Flow Over Cylinder. بغيت نفسر الأمر اللي بدأناه المرة الماضية واللي كنا تحدثنا فيه على Favorable Pressure Gradient، أي ما يعادل Derivation of Pressure على dx أقل من الصفر، وأيضا ظهرنا phenomena of adverse pressure gradient، يعني derivation of pressure على dx أكبر من الصفر. كنا قد حدثنا على استوانا بالشكل هذا، وكانت هنا نقطة stagnation point، وهي نقطة ما يعادل إنه الصفر يساوي السرعة. وهنا تحدثنا على إيش؟ تحدثنا على point of separation، واللي هي إيش؟ الانطلاق ما بين laminar boundary layer وظهور turbulent boundary layer. هنا أخذنا مقطع صغير من السيلندر، افترضوا هو الجزء هذا، إنه الماء جاي من هنا من مكان هذا، وعندي هنا إيش قلنا؟ The pressure is maximum في النقطة هذه. قلنا خلال هذا الجزء إيش يحدث؟ يحدث إنه the gradient of pressure يكون favorable، يعني إيش؟ يعني the pressure في النقطة هذه يكون أكبر من the pressure في النقطة هذه، وهذا يساهم حتما في سريان الماء بالاتجاه الذي أتى به، يعني من اليسار إلى اليمين حسب ما جانا الماء بداية. في جزء معين يحدث لي إيش؟ يحدث لي إنه derivation of pressure على dx راح تساوي لي إيش؟ تساوي لي صفر، وهي تقريبا النقطة هذه. هذا يعني لأنه pressure هنا والpressure هنا تساوي متساوين. ثم بعدين تبدأ الظهور phenomena of adverse pressure gradient، يعني derivation of pressure على dx أكبر من الصفر، وهذا يعني لإيش؟ إنه الضغط في النقطة الأولى والنقطة الثانية، لو أخذت هذه النقطة رقم 1 وهذا النقطة رقم 2، فلاحظ إنه الضغط في النقطة رقم 2 أكبر من الضغط في النقطة رقم 1، وهذا يولد لي قوة تسمح لي إنه الماء يتراجع إلى خلف. هنا يبدأ بالظهور إيش؟ الظهور الباك فلو أو فلو ريفرسبل. قبل هذا الأمر في عندي نقطة separation point، واللي كنت تحدثت عليها في المحاضرة الماضية. نقطة separation point هنا يمكن تفسيرها أيضا بوضوح أكثر. فهنا لاحظ إنه المائع من المكان الملاصق للواي تساوي صفر، فهنا لسه في سريان للمائع، ولكن في نقطة separation point في النقطة هذه لاحظ إنه ما في سريان للمائع أو ما كاد يكون مهمل، يعني تقريبا يساوي صفر. فنقطة separation point هنا عند y تكون ملاصقة للصفر أو قريبة من الصفر، فهنا السرعة تقريبا صفر، فتسمى حينها نقطة separation point أو نقطة الانفصال. في السلايد اللي بعد راح نشرح إيش؟ راح نشرح تأثير number of Reynolds على إيش؟ على angle of separation أو separation point. فهنا لما يكون رينولد أقل من 12.5، نلاحظ أو يمكن أخذ بعين الاعتبار إنه الأنجل صغيرة نوعا ما، ولكن عندما يزيد رقم number of رينولد أو يزيد رينولدز number، نلاحظ إنه الأنجل هنا أصبحت أكبر من اللي موجود في الرسمة اللي قبل، وهنا أيضا ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه ال point of separation أو separation point تصبح إيش؟ تصبح في مكان أبعد. فهنا يمكن تلخيص الأمر هذا إنه لما number of Reynolds يزيد separation angle تكبر، وأيضا point of separation تصبح إيش؟ توجد في مكان زي ما نشوفه هنا، هذا المكان أقرب من هذا المكان. فإذا لما number of Reynolds يزيد يعني إنه point separation مكانها يبعد أو يصبح وراء السيلندر أو اصطدام الماء بالسيلندر. هنا نكون قد خلصت المحاضرة هذه، فقط أود طرح السؤال: لما number of Reynolds يزيد هل separation angle تزيد أو تنقص؟ السلام عليكم ورحمة الله.